السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن وحش من وحوش الاجهزة وهي اجهزة الورك ستيشن. تعريف سريع للورك ستيشن هو جهاز كمبيوتر او لابتوب بيحتوي على وحدة معالجة مركزية اكثر قوة من المعالج العادي وذاكرة وحدات تخزين ذات مواصفات عالية من حيث قوة المعالج وسرعة الاستجابة للأوامر عامة وأوامر الجرافيك بصفة خاصة. الورك ستيشن ببساطة هو جهاز يجمع بين مواصفات الكمبيوتر الشخصي والسيرفر بشكل يتناسب مع استخدام مستخدم واحد، مع إمكانية توصيله بالشبكات المتعددة. الورك ستيشن هي عبارة عن أجهزة كمبيوتر إمكانياتها وقدراتها تحتوي على مواصفات هاردوير فائقة السرعة، بداية من المعالج ووحدات الذاكرة ووصولا إلى الهارد ديسك والبطاقات المستخدمة. وطبعا السعر أعلى من سعر الأجهزة العادية. الاختلاف بين الكمبيوتر العادي والورك ستيشن يشبه الاختلاف تماما زي سرعة الانترنت الواحد ميجا وسرعة الانترنت الثلاثين ميجا من حيث السعر وجودة الصناعة والسرعة وغيرها من المواصفات. ورقم واحد المواصفات، الورك ستيشن يكون ذو مواصفات عالية لاعتاد الهاردوير بداية من اللوحة الأم والمعالج والذاكرة والهارد ديسك وصولا إلى منافذ التوصيل وكفاءة البطارية. رقم 2 العمر الافتراضي، أجهزة الورك ستيشن تم تصميمها لكي تؤدي خدمة شاقة وتم اختبارها بشكل دقيق قبل طرحها في الأسواق، وبالتالي فعمرها الافتراضي يكون أكبر من العمر الافتراضي للأجهزة العادية. رقم 3 الأمن والسرية، الورك ستيشن يكون أكثر أمانا وسرية من أجهزة الكمبيوتر العادية، حيث أنه من المفترض أن يكون جهاز مخصص للأعمال، ومن هنا وجب فرض حماية على الجهاز بشكل أكبر. على سبيل المثال، إذا قمت بعمل كلمة سر الجهاز فمن الصعب فكها بنزع البطارية أو شحن البيوس، ويجب اللجوء إلى مركز خدمة الدعم الفني لحل المشكلة. السعر، كلما زادت مواصفات الجهاز وجودة صناعته كلما زاد السعر، وهندي مثال لسعر الجهاز من أجهزة الورك ستيشن وهو العملاق جهاز HP Z800 ورك ستيشن، جهاز قوي من شركة HP لتشغيل برامج الريندر والجرافيك. الجهاز ده بيدي أو بيجي باتنين بروسيسور، اول واحد انتل اكسون X5670 وده طبعا 12 ميجا كاش، والمعالج الثاني انتل كوادرو 4800 بسرعه 2 جيجا بايت. اما الرامات مش عايز حد يستغرب لما يعرف ان الرامات بتكون 40 جيجا من نوع R3، الهارد 2 تيرا بايت، كارت الشاشه كوادرو 4800 2 جيجا بايت، واخيرا السعر 10000 جنيه. سلام.